وفي الملف اليمني، شنت طائرات التحالف العربية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله الصالح في محافظتي صعدة وتعز. على صعيد آخر، أفاد مراسلنا أن المقاومة الشعبية استهدفت عربة تابعة لجماعة الحوثي في مديرية الحزم بمحافظة إب وسط اليمن، ما أدى إلى مقتل كل من كان على متنها. وسيطرت المقاومة الشعبية وقوات التحالف على اللواء 17 مشاة في مديرية باب المندب بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. وتتوالى هجمات المقاومة الشعبية بعد أن أعلن متحدث باسم الحكومة اليمنية أن القوات الموالية لها وقوات التحالف العربي استعادت السيطرة على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن من أيدي المقاتلين الحوثيين.